بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. ياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش، عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي تهمك أنت بالتحديد. النهاردة نتكلم عن عنصر جديد من الباب الـ18. نشوف مع بعضنا موضوعنا النهاردة في الباب الـ18. كوزا فاري سيريماني بلوكاتو سول باساجو أليفيلو. تعمل إيه؟ لو ضللت عالقا في معبر سكة حديد أو بوابة السكة الحديد أو مزلقان السكة الحديد قفل عليك، تتصرف إزاي؟ إيه الإجراءات اللي ممكن تعملها لو ضللت عالقا في معبر للسكة الحديد أو قفل عليك بوابة سكة حديد، تعمل إيه؟ نحل الأسئلة إزاي؟ هنحل الأسئلة بالكلمات الآتية: بريكولو خطر، أرستو توقف، كوالي لونكو أي طريقة، بريستو في أقرب وقت ممكن. دول الأربع كلمات اللي هنحل بهم 22 سؤال. يلا مع بعض كده ندخل ونتفرج على الأسئلة ونشوف بالظبط ازاي نقدر نحل الأسئلة، وازاي نقدر كمان نعرف السؤال ده بيتكلم على ايه، او اعرف السؤال ازاي. طبعا هنا ان كازو دي ارستو فرصاتا دو ان فيكولو سول بيناري دو ان باساجو ليفيلو. لو العربية بتاعتك توقفت على معبر سكة حديد نعمل ايه؟ ندور على كلمة من الكلمات الاربعة، لو موجودين تبقى فيرو، مش موجودة تبقى فالسو. كلمة ارستو فيرو. اتنين أرستو فيرو. ثلاثة بريكولو فيرو. أربعة بريكولو فيرو. خمسة بريكولو فيرو. ستة كوالي لونكو فيرو. سبعة كوالي لونكو فيرو. ثمانية بريستو فيرو. تسعة بريستو فيرو. عشرة بريكولو فيرو. 11 بريكولو فيرو. 12 برضو بريكولو خطر اقول له فيرو. طيب 13 ان كازو دي تومبونامينتي ترا فيكولو ان كورسبوندنسا دون باساجو ليفيلو، ادور على كلمه بريكولو اريستو كوالي لونكو بريستو، مش موجوده تبقى فالسو. 14 نفس الكلام، ادور على كلمه من الكلمات الاربعه، مش موجوده تبقى فالسو. 15 عند معبر السكه الحديد والعربيه بتاعتي عطلت، اعمل ايه؟ ادور على كلمه من الكلمات الاربعه بريكولو أرستو كوالي لونكو بريستو، مش موجودة تبقى الإجابة فالسو. 16 نفس الكلام برضو عند معبر السكة الحديد، لو ظلت عالقا تعمل إيه؟ بريكولو أرستو كوالي لونكو بريستو، مش موجودة فالسو. 17 برضو عند معبر السكة الحديد، لو البوابات قفلت عليك تعمل إيه؟ بريكولو أرستو كوالي لونكو بريستو فيرو، مش موجودين تبقى الإجابة فالسو. 18 برضه ندور على كلمه من الكلمات الاربعه بريكولو اريستو كوالي لونكو بريستو، مش موجوده تبقى الاجابه فالسو. 19 ندور على كلمه من الكلمات الاربعه برضه بريكولو اريستو كوالي لونكو بريستو، مش موجوده فالسو. 20 ان كازا دي كوا بيرجواستو عطل العربيه على المعبر بتاع السكه الحديد، يبقى انا عايز كلمه من الكلمات الاربعه بريكولو اريستو كوالي لونكو بريستو، مش موجوده تبقى فالسو. 21 انقاذه برضه اهوت في حاله ريماني فيرمو من الباساجا ليفيلو، يبقى انا عايز كلمه بريكولو ارستو كوالي لونكو بريستو، مش موجوده فالسو. 22 انقاذه دي كوا الام باساجا ليفيلو، لو العربيه بتاعتك توقفت او عطلت على معبر او على الخطوط او على سكه الحديد، يبقى عايز كلمه من الكلمات الاربعه بريكولو ارستو كوالي لونكو بريستو، مش موجوده تبقى الاجابه فالسو. كده انت حليت 22 سؤال على جزئيه مهمه جدا في الباب ال 18 اللي هي كوزا فاري سيريماني بلوكاتو سول باساجو أليفيلو. تعمل ايه لو ظللت عالقا في معبر سكه حديد؟ هنحل الاسئله ازاي؟ هنحلها بالكلمات الاربعه بريكولو خطر، ارستو توقف، كوالي لونكو اي طريقه، بريستو في اقرب وقت ممكن. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، حتى القاكم في درس جديد لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله.